أشكر أخي وصديقي العزيز سيد مجيد بن عبد الله اللي جاء في الحقيقة بوفد مهم يضم أكثر من 90 شخص اللي فيهم أكثر من 60 رجل أعمال من المملكة اللي جاءوا متعبئين باش يقويوا العلاقات التجارية والاستثمارات بين البلدين. خططنا مع معالي الوزير أهداف دقيقة من أجل أولا تقوية إدماج البنيات الصناعية والتجارية بين البلدين وتقوية القدرة على تسويق المنتجات المغربية والسعودية في كل أسواق العالم. المغرب الشقيق غني وقوي بثروة بالموارد البشرية وثرواته الطبيعية وموقع الجغرافي الذي يبعد 15 كيلو عن أوروبا، ولديه من المقومات التي تمكن المستثمرين السعوديين وغير السعوديين للاستثمار وتعزيز الاستثمار في المغرب الشقيق. عندنا إمكانيات وكاين رغبة من الجهة ديال الناس ديال السعودية باش نطوروا هاد العلاقات الاقتصادية، وكاين إمكانيات وآليات فيها حتى الفينونسمون، فيها كذلك إمكانيات باش نصدروا المواد الغذائية من المغرب للمملكة وباش نقوموا بالصناعات في المغرب. كاين كذلك شفنا بان كاين 250 شركه سعوديه اللي كتستثمرات في المغرب و20 شركه مغربيه اللي كتستثمر في المملكه السعوديه. كما قال السيد الوزير بان الرغبه ديالنا هي نوصلوا 5 مليار ديال الدولار ديال التبادل التجاري من هنا ان شاء الله 5 سنوات. هذا الطموح هذا زعما يمكننا نتوصلوا ليه بسهوله ونفوتوه ان شاء الله.